بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 21/7/2019. ما شاء الله هذا قطيع من البقر. تعال تعال ما شاء الله. صبر معاذ، خل البقر يروح. تعال معاذ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف هذه اول وحدة، تبارك الله، ثديها متروس ما شاء الله تبارك الله. جدكم يا أنس. يا ويلك. هذا أبو معاذ. معاذ طالع عيس. شوف أنس خلود خالد، شوف نظرة من حنان الزمن ما شاء الله. شوف ترى يوميا ما شاء الله ممكن تنتج إلى من 50 لتر إلى 200 لتر ما شاء الله تبارك الله. كمل المسيرة. طبعا هذيك داجة لحالها، شوف البقرة هذيك. هذا أبو معاذ، هذا الطريق للخيل. السلام. تمام.